السلام عليكم اعزائي التلاميذ، احنا باقيين دابا دائما في لا سيتوياسيون انيسيال. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شويه من الجزء الاول. كيف ما كنت وعدتكم قلت لكم بانه راه غادي نعطيكم معلومات او بعض العبارات الخاصه كيفاش تعبر الا كان الجو بارد. انتم راه عندكم اختيار مع الامتحان، ماشي بالضروره تهضروا على شي حاجه اللي هي في الصيف، ممكن الصيف ممكن الربيع ممكن الشتاء. الو انا هضرت لكم على جميع كاع الظروف اللي تيكون مناخيه. دابا غادي نمشيو للظرف ديال ملي تيكون البرد. الوغ هنا مثلا تقدر تبدا بالتكست ديالك سيتي تان جور دو جانفي، يعني كان يوم من شهر يناير، ان جور دو نوفمبر، ولا سيتي تان جور دو ديسمبر. غادي كتعاود على هادو كاملهم، او ممكن تقولوا سيتي تان جور بروم، كان يوما ضبابيا، داكو. وغتكمل مباشره il faisait من يا اما تكتبوا، الا كتبتوا ان جور دو جانفي il faisait، ولا دو نوفمبر il faisait، ولا كتبتو بريمو il faisait. ما تكتبوش هادو بجوج، ما يمكنش تكتبوهم بجوج وحده فيهم. الوغ وغادي نكمل il faisait très froid، يا اما تقول il faisait très froid يعني باردا، ولا il faisait trop froid جد بارد، ولا il faisait froid. دائما هادي كتعاود هاد الجمله هادي، هاد الفيرب كيتعاود il faisait froid virgule sombre et pluvieux، ما معناها يعني كان الجو بارد مظلما صامغ وممطرا، كانت الامطار داكو. ولا تقدروا تقولوا il faisait يعني كان الجو فخوا et une bruine légère tombée، ما معناها يعني كان الجو بارد. و هاد التسهم غادي لهاد لافراز هادي، كان الجو بارد و امطار خفيفه، بغوين ليجير هي امطار خفيفه، طومبي يعني تمطروا تهطلوا كيف ما تنقولوا. او نقدروا نقولوا il faisait froid et humide، يعني كان الجو بارد ورطب، كتكون ديك لوميديتي سورتو في المناطق الساحليه داكو. ولا نقدروا نقولوا il faisait froid et la mer était agitée mais l'eau n'était pas froide، يعني ماذا؟ يعني كان الجو بارد et la mer، دائما هذه كتعاود، وكان البحر هائجا، كان البحر هائجا، لكن المياه لم تكن بارده، هي هذه l'eau n'était pas froide، يعني ما كانش الماء ديال البحر ما كانش بارد. او نقدروا نقولوا il faisait، دائما كنرجع ليها il faisait trop froid et il pleuvait énormément، يعني كان الجو باردا جدا وتمطر بغزاره، il pleuvait énormément هي تمطر بغزاره. او نقدر نقول دائما il faisait trop froid et le vent soufflait fort، يعني ماذا؟ كان دائما الجو باردا جدا داكو، والرياح تعصف بقوه، le vent soufflait fort هي الرياح تعصف بقوه داكو. ولا نقدروا نقولوا il faisait، هنايا نقدروا، هنا ماشي، هنا ممكن نديروا هادي، الوغ نخليو هادي ونقدروا عندي ما ردلاش البال، نقدروا نديروا هكا نضيفوها على هادي ونقولوا مثلا il faisait trop froid et le vent soufflait fort، la pluie tambourinait sur les vitres de ma chambre. هنا كتوصف حتى البلاصه، يعني خلاص باقي حنا في توصف الجو، ولكن في حاله اش غتقولوا هنايا؟ الا كنتي لا بلوي تومبوريني، يعني الامطار تطبلو ملي كتشوفوا اش كيوقع ملي كتكون الشتا كطيح، الا لاحظتوا بارفو كتكون جالس في الدار كتسمع الشرجم كضرب فيه الشتا، او في القسم الشرجم ديال القسم او ديال الطوموبيل. هنا عطيتكم جميع الوضعيات. الا كنتي في الغرفه ديالك غتقول لا بلوي تومبوريني سور لي فيتر دو ما شامبر داكوغ، الا كنتي في الغرفه ديالك. والا كنتي في السياره غادي في الطوموبيل غتقول لا بلوي تومبوريني سور لي فيتر دو ما دو لا فواتور، ماشي دو ما فواتور داكوغ. والا كنتي في القسم غتقول لا بلوي تومبوريني سور لي فيتر دو لا كلاس، يعني عطيتكم جميع الاماكن اللي نقدروا نستعملوا فيهم هذه الجمله هذه. الوغ هذه بالضبط راه ممكن نستعملها مع هذه الجمله، نقدر نستعملها كذلك مع هذه الجمله داكوغ، ولكن هذه ما نستعملهاش مع الانانا. يعني تنقول انايا فخوا اي لا مير ايتي اجيتي مي لو نيتي با فخواد، هنا كنهضر على واحد البلاصه اللي انا حداها اللي هي البحر، ما يمكنش تقول لي كتب الشتا كتضرب ليا في الزاج ديالاش. الوغ ملي كتكون جهه البحر ما تنقولوش هاد الجمله هادي، هاد الجمله هادي لا بلوي تومبوريني سور لي فيتر هادي كلها كتجي مع هاد لا بروميير، هاد لا فراز هادي اللي فيها لو فون سوفلي، مع هادي، مع جميع الجمل اللي هنايا، الا الجمله اللي فيها اللي ذكرتي فيها البحر، لانه تما كاين مكان اخر. نتمنى انكم تفهموني. الوغ اشنو قلنا؟ لا بلوي تومبوريني سور لي فيتر دو ما شامبر، ولا دو لا فواتور، ولا دو لا كلاس، كوم دي سنتين دو بوان مينيسكول، يعني يعني كتضرب في الزاج ديال السياره او الزاج ديال القسم او الزاج ديال الغرفه ديالي كمئات الضربات صغيره، بحال دوك تنقول حنا لي بوان
لي بوان ما دوك الضربات داكور كوم لي دي بوان مينيسكول يعني هنا كاين تشبيه. لاحظتوا بانه في هاد لا سيتوياسيون انيسيال البدايه ديال النص ما استعملتش فيه لو باسي سامبل كان استعمل غير لامبارفي لانه كان وصف داك النهار كيفاش كان الجو وراه باقي ما كملناش لا سيتوياسيون انيسيال عاد غنمشيو دابا نشوفوا داك النهار اشنو كنت ندير يا اما غنهضر على راسي انا اللي عطوني الوضعيه بانه انا كنهضر على راسي غنستعمل جو ولا الا قال لك شخص اخر غنوريكم كيفاش الطريقه تعملوا بها ولكن تيبقى هذا الشيء اللي قلت لكم حد الان هذا الشيء دابا هاد لابارتي اللي هنايا ممكن ديرها في اي وضعيه ماشي مشكل ولكن منين غنوصلوا لابارتي اللي كنهضر على راسي اشنو كندير هذيك غتبقى وضعيه مرهونه بالسؤال ديال القسم يعني تمايا ما عندناش كيفاش نقول لكم ها اللي خاصكم تكتبوا ولكن انا نعطيكم مجموعه من الوضعيات اللي ممكن التلميذ يحفظهم باش نهار الامتحان يقدر يستعملهم الا عطاو بحال دوك الوضعيات. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه لابارتي ديال لا سيتوياسيون انيسيال هادشي المعلومه ديال لو فخوا ونشوفوا ان شاء الله حصه اخرى غنعطيكم مازال كيفاش نبقاو في لا سيتوياسيون انيسيال نعطيكم معلومات اللي نقدروا نستعملوهم في الوضعيه ديال البدايه اللي مرتبطه بالوضعيه ديال المشكل هي ليليمون بيرتورباتور لانه من بعد ملي غادي نقول لكم يعني دابا هضرنا على الجو كيفاش داير غادي نقول لك كنت غادي فواحد الطريق فرحان سيتيرا واحد شويه وانا نلقى الوغ هنا غندخل في المشكل اذا هادشي اللي غنديرو من بعد نخلط فيه بلوتو جره شويه من لا سيتوياسيون انيسيال وغادي نكمل بها في ليليمون موديفيكاتور. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا الى اللقاء مع ان شاء الله فيديو جديد.